مع صاحبة مبادرة دعم الشباب العربي المتميز للإعلام. يعطيك العافية دكتورة أمل ملحم، يعني ما شاء الله عليك ما قصرتي للسنة الثانية على التوالي. خبريني عن أهداف هي المبادرة. يسعد أوقاتك، والحقيقة يعني شكرا كتير لوجودكم. راديو الرابعة هي السبورت والدعم لنا السنة الماضية بالنسخة الأولى وهي النسخة هذه الثانية، يعني شكرا كتير. طبعا أهداف المبادرة واضحة كتير، أنا يعني هي جزء من رسالتي الإنسانية، جزء من رسالتي الإعلامية، جزء من شغفي. أنا كأمل ملحم خبرتي الطويلة في مجال الإعلام ما بحب أخبيها، بحب أمسك هاي الخبرة الخلاصة وأعطيها، وهذا إله علاقة بالعطاء، هذا نوع من العطاء. فأنا متخيل اليوم سعادتي قديش ماني سعيدة إنه هذا البرنامج التدريبي لمدة أسبوع اليوم اكتمل بهالحضور الكبير من كافة الإعلاميين والفنانين والناس والشخصيات والناس الداعمين، واللي هن مؤمنين بالمبادرة ومؤمنين بالشباب ومؤمنين إنه التطور والتقدم يقع على عاتق الشباب. طيب دكتورة، من السنة الماضية لحد هي السنة شو اللي اختلف من أهداف من صعوبات؟ هلأ السنة الماضية كانت أصعب شوي لأنه كانت البداية، والأمور اللوجستية، الترتيبات اللوجستية بسوريا كانت صعبة شوي، فعدد الطلاب السنة الماضية كان 8 طلاب، 7 صبايا وشاب. السنة كانت أريح شوي، تسهيلات كانت أفضل الحمد لله، فالسنة عدد الطلاب 14 طالبة، من طبعا أكثر من جامعة دمشق ومن التعليم المفتوح، ومعنا كمان طلاب ماجستير، فالحمد لله يعني. وكان البرنامج أطول، البرنامج التدريبي، ورش العمل كانت مكثفة وكانت أكثر، وطبعا يعني مثل بيقولوا يعني مرقنا على كل المواضيع الهامة المتعلقة في مجال الإعلام. مدى استجابة المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات كيف كانت؟ يعني ما فيني أقول لك قديش كانت، قديش نحن سعيدين وقديش أنا فخورة بالمؤسسات الإعلامية الإماراتية اللي كانت استجابتها سريعة وبشكل مباشر، وغمرونا بالدفء، يعني الحقيقة بالدفء للطلاب، وقلنا نحن يعني بدءا من يعني وكالة أنباء الإمارات وجمعية الصحفيين الإماراتية اللي من كل الاحترام والتقدير، إلى مركز أبو ظبي الإبداعي للشباب استقبلنا، يعني ما فيني أقول لك ورشة عمل كانت رائعة جدا، أدارت ورشة العمل الإعلامية المتميز الإماراتي أسمهان النقبي، والإعلامي طبعا المميز واللي أنا بفتخر فيه أغيد عليه. طبعا إضافة لدبي، نادي دبي للصحافي، غمرتنا كمان المؤسسة الإعلامية الرابعة، راديو الرابعة، بتغطيتها الإعلامية، بمواكبتها لنا خطوة بخطوة، يعني كنتوا معانا من أبو ظبي لدبي لليوم نحن بهذا عشاء التكريم. شكرا من القلب، شكرا لكم كلكم، لكل القائمين على إذاعة الرابعة، وطبعا ممثلي بمديرها العام الإعلامي الخلوق الراقي فيليب الرياشي. شكرا كثير دكتورة، يعطيك ألف عافية وبالتوفيق السنة الجاية إن شاء الله. شكرا.